ودوليا. نرحب بالدكتور هادي بحاري، مدير إدارة النشاط الطلابي العلمي والمشرف على برنامج جلوبال بي. البي، صح؟ اهلا وسهلا، حياك حياكم الله الله. دكتور هلا هادي. دكتور، حياكم ماذا الله. نقصد بجلوبال البي؟ في البداية يعني أشكركم على الاستضافة والدعوة، و يعني تعودنا كثيرا في هذه القناة أنها تهتم بالمواضيع العلمية والبيئية وتتيح لها فرصة، يعني سواء على مستوى الاستضافة المحلية نعم، أو على المتابعات. تفضل يا دكتور. برنامج جلوبال بيئي هو برنامج علمي. السلام عليكم يا أخي، أنتم من فين تطلعون هذه الفضائح والصور قديمة؟ والله إني ما أنا متذكرها. عموما هذا اللقاء كان لقاء في التلفزيون في القناة مباشر، طبعا صباح الخير، وحدث لي فيه مقلب في هذا اللقاء. المذيع والمذيعة، المذيع طبعا المذيعة كانت أسئلتها مركزة وممتازة، يعني الحريم يكونون ما شاء الله عليهم يعني مركزين. هذا نسي الأسئلة حقه، وهم أعطوني أسئلة قبل ما يطلع التلفزيون، وأنا جيت وأنا الأسئلة حقي يعني حافظها وفاهمها، وإن كان أنا قبل ما أروح المقابلة قال لي أحد الزملاء انتبه، ترى الناس يعني ما يلتزمون باللي يعطونك المحاور، قد يخرجون. قلت إذا خرجوا ما في مشكلة. فهو طاحت ورقته، فكان يسأل أسئلة ما هو يعني طبعا بعد شوية كان المخرج يغير الصورة ويلغي، ضيع، وكان يسأل سؤال بعيد يعني عن الموضوع، السؤال مو صحيح، وأنا مستحي إني أقول له أنت يعني وعدت. عموما هو كان يعني بحكم أنه مذيع عنده مهارة، وأنا الحقيقة يعني واحد من الزملاء نبهني أنه قد يحدث، فلذلك تجاوزنا الموقف، وبعد ما انتهت المقابلة سلمنا على بعض وتعاتبنا.